شفيعي يوم القيامة. قال يا شيخ أو تعرف علي المرتضى؟ جثى على ركبته مسكهم من أياديهم. من أنتما وما علاقتكما بهذه الأسماء؟ قال يا شيخ نحن أولاد مسلم بن عقيل، فررنا من سجن الأعداء، فررنا من هجمة الأعداء، وأودعنا عندك في هذا السجن. إن كب على أقدامهما يقبلهما سيداي معذرة إلى الله وإليكما. قال لا بأس عليك أنت، بس خفف علينا القيد وارحمنا يا سجايا، احنا من أهل بيت النبي وبينا الدهر خاف. يستاهلون، يستاهلون صرخة إلهم يوم في السنة ومن السنة للسنة. ها باب من أبواب الحاجة، مسلم أبونا والأهل كلهم سلاطية، وجدنا علي صاحب البيعة وخالنا حسايا، ذيك العشيرة صاحبيها صايح البيع، ظلوا على حر الثرى وضاعت النسوة. واويلاه واويلاه، واحنا انهزمنا وفرهدتنا هجمة الخيال، بالبر توهنا وعلينا هود الليل، ولا درينا اش صار بالنسوة والعليل، يقولون جابوهم سبايا برض كوفة. قالهم شعبتوني وفد قلبي حكيكم، صغار ويتامى شحال قلبكم عليكم، من ايام يا بعد الاهل مروا بسبيكم، فوق المطايا وخالكم راس على اسنان. فتح لهما باب السجن، فرا على وجهيهما ينامان في النهار ويمشيان في الليل، الى ان وصل الى بستان غصن شجره صعدا ونام عليه. أصبح الصباح، جاءت الجارية تملأ القرب بالماء، وإذا تشوف صورة قمرين مزهرين على سطح الماء. أخبرت مولاتها جاءت تلك المرأة العجوز، خاطبتهما: ولداي حبيباي ماذا تصنعان على هذه الشجرة؟ استيقظا فزعين مرعوبين، نزلا إليا ضمتهما إلى صدرها، أحسا بالأمان. أخبراها بأنهما أولاد مسلم، جاءت بهما إلى الدار، آوتهما، قدمت لهما الطعام والشراب، لكن ما إن انتصف الليل حتى جاء ولدها الشقي اللعين، وكان قد أتعب نفسه وأجهد فرسه في البحث عنهما وطلبهما. سمع في منتصف الليل حركة، سأل ما هذا؟ تثاقلوا عنه وتناوموا. قام اللعين كأنه الثور الهائج يحمل القنديل بيده يبحث عن أثر ذلك الصوت أهل العزاء، حتى فتح عليهم الباب، وقعت يده على رأس الصغير منهما: من أنتما وماذا تصنعان في بيتي؟ قالا: نحن ضيفان عند أمك، نحن أولاد مسلم بن عقيل. أهل العزاء لما سمع بذلك رفع اللعين يده ولطم الولد على وجهه: يا ويلي يا ويلي، وإيش هالعداوة؟ حتى كسر أضراسه، ثم مد رجله ورفس الآخر رفسه فرماه بعيدا. انكب الولد على أخي توعاي عقلي، هجمت علينا الملية، ما يحصل لنا بهالزمن لو ما ها
كل ما طلع له من بلا شفنا بلايا يا ريتنا ويا الاهل صرنا ضحايا ويا ريت ساقونا بيسر فوق المطايا اهون علينا من الحبس ظهر المطيه ضعنا يا خويا وابتلينا ببلده ترجع ضيعوا يتامى وجوع وسط الحبس يانا ولان الرجل صابا ومن كسر اضراء ودماه فوق الصدر خلاها جريه ردوا رفس الاخر وقالهم حان اجلكم ليش في غليلي يا يتامى اليوم منكم متعوب يا ولاد الخوارج في طلبك قال لي ارحمنا يرحمك رب البري ما تقول وياك اشفعلنا من جناية تضرب أخي ومن لا يتكسر ثنايا قال لا عليكم حامة طيور المنايا وهالروس لابن زيادة وديها هديه أهل العزاء عظم الله أجوركم أوثقهما كتافا وأخذ يسحبهما على الأرض سحبا أمر ولده أن يقتلهما فامتنع قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أمر غلامه ففر عنه هاربا حينها دافعته زوجته ضربها بكعب السيف حتى قضى عليها جاءت أمه العجوز تدافعه رفسها في بطنها خرت مغشيا عليها قال والله لا يتولى ذبحكما غيري جاء بهما إلى شاطئ الفرات قال يا هذا بعنا في السوق وانتفع بأثماننا قال جائزة الأمير أكبر خذنا لابن زياد حيين قال أخاف أن يعثر عليكم أحد غيري فلما آيس من قال إن كان ولا بد من قتلنا دعنا نصلي لربنا ركعات قام بأبي وأمي على قدميهما صليا ركعتين ثم رفعايا كفيهما إلى السماء قال يا عدل يا حكيم احكم بيننا وبين هذا الظالم أهل العزاء فتح حاضنا وأخذا يضطربان بين يديه قال الكبير اذبحني قبل أخي نادى الصغير لا طاقة لي أنا أرى أخي مضمخا بدمه وأذا وهما يلوجان رفع العين السيف عاليا ضرب الكبير على رقبته فأطار برأسه الكف الصغير على أخي خرع لعضدي وادعى والدمع من الثراء ذاب قلبه من نظر ليضطرب فوق الثرى جذب حسرة بثر حسرة والصدر فوق الصدر يشعب قلب ينظر ولتت فت الصخة صاحبي وداعت الله وانا خوي على الاثار ينشعب قلبي من عاين هلا وداج مهبر يا لعين قتلت اخي قال لا الحقنك باخيك رفع السعيل رفع اللعين السيف ثانيا هوى به على رقبة الصغير فأطار برأسه يا ويلي يا ويلي يا ويلي
أخذت الجثتان تضطربان على الشاطئ الفرات والرجس ما راقب الله ولا رحم للحق شهر سيفه وقطع راسه وعفره فوق الأرمى والعجوز تصيح أنا شبيني عليكم يا الأطفال والدتكم ريتها تعاين جثثكم بالعارة جبتكم يا أولاد عندي ظلت يا عندي نجاة صرت يا أولادي سببكم وجلبتكم للمامة روسكم راحت هدية والجثث وسط الفراء والدتكم رأيتها تعاين جثثكم بالعرى آخ ما ذل اليتيم حين ينادي بأبيه فلا يراه مجيبا إلهي بيتيمي مسلم ابن عقيل نقسم عليك هذا اليوم ألا ترد أكفنا إلا بقضاء حوائجنا والشفاء مرض وفك أسعانا والأخذ لنا بحقنا ممن ظلمنا اللهم انصر شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها وادفع عنهم كل سوء وشر وبلاء إلهي فك قيد أحبتنا أرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين منصورين يا رب العالمين جماعتي الحاضرين والمؤسسين اللهم احفظهم في أنفسهم من يلوذ بهم من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة اللهم اقضها ويسرها له يا قاضي الحاجة إلى أرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان لا سيما شهدائنا الأبرار لا تنسوهم هذا اليوم بالمغفرة والرحمة نهدي لهم جميعا ثواب المباركة الفاتحة تسبقها الصلوات.